فلا طريقة كيفية إيجاد تحديث على تطبيقكم شيئا، نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سنقوم بالضغط هنا على التطبيقات، ثم سنقوم بالضغط هنا على تطبيق شيئين، بعدها سنقوم بالضغط هنا على الإيقاف الإجباري، ثم سنقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سنقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، ثم سنقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، بعدها سنقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سنقوم بالبحث عن تطبيق شيئين سيظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم شيئين. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، هناكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.